السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. اليوم عرفت قيمة أني أنا من مواليد الستين، حتى مواليد السبعينات ومنتصف الثمانينات. هذولا خذوا من اللي قبل، فيهم هذه البذرة الواضحة والمتقبلين للنمط اللي أهلنا كانوا عايشينه، النمط الجميل الهادي اللي ما فيه لا تليفونات ولا مسجات ولا تويتر ولا واتس ولا يوتيوب ولا أي شيء من هذا. هذه الأشياء لعلمكم بدأت تفقدنا الإنسانية، بدأت تفقدنا إحساسنا بالآخر، بدأت تفقدنا إن نشوف ونلمس ونشم الواقع. أنا لما أتكلم مع إنسان وجها لوجه في تفاعل إنساني يكون بينه وبيني، لكن لما أي أنا أعيد ولا أعزي ولا أسأل عن طريق كلمات يفصل بيننا جهازين لا أشوفه ولا يشوفني، وحتى لو شفته بالفيديو مو مثل الحقيقة. فأحمد ربي أني أنا من جيل الستينات اللي يسموني الحين الديناصور ويسموني القديمة ويسموني نشوف أقبار، أنت ليش الحين عايشة؟ لا أنا عايشة وأحمل داخلي بقايا حياة حقيقية جميلة فيها كل الإنسانية، فيها التعامل الجميل، فيها الإحساس الحلو، فيها الأخلاقيات، فيها قيم، فيها حقيقة، فيها حنان، فيها الدفء، فيها تواصل، فيها مجتمع، فيها الجار يعرف الجار، فيها الأم اللي تحن على ولد غيرها، فيها الأبو اللي يطلع على جارة إذا جارة مريض ولا جارة ميت ولا جارة مسافر. هذا الزمن اللي تقولون عنه على قولتهم غبار، لا مو غبار، بالعكس يمكن إحنا الجيل نحاول جاهدين إن قاعدين نعكس هذا حق عيالنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لأنهم انولدوا في زمن الإنترنت اللي فصلهم عن الواقع، فصلهم عن الحقيقة، عن الإحساس، عن الدفء، عن الحب. كل شيء مزيف، كل شيء مزيف من وراء شاشات الكمبيوتر، شاشة التليفون، مو عايشين حتى جو حقيقي ولا إحساس حقيقي ولا لمسة حقيقية ولا دفء ولا حتى نفس. فأنا أفتخر، أفتخر إني من مواليد الستينات، وحتى أنتوا يا سبعينات، وحتى أنتوا يا نص الثمانينات واللي قبلنا. طبعا إحنا عشنا في زمن الإنسان الحقيقي اللي يتمتع بكل هالأحاسيس وكل هالقيم وكل هالطبيعة الفطرية الموجودة في هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين.